الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم مجددا حول مائدة أسباب النزول. واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن الصيغ التي يروى بها سبب النزول، وعن تعدد النزول، وعن تعدد الأشخاص، والنازل واحد. هذه القضايا هي موضوع هذا اللقاء، فمرحبا بكم مجددا إلى هذه المائدة. صيغ أسباب النزول إما أن تأتي بلفظ صريح أو محتمل يحتمل السبب وغيره، سيأتي هذا. أولا، التصريح بالسبب، كأن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، فهذا لفظ صريح. أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول، كما إذا قال حدث كذا، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت. هذه الفاء جاءت بعد هذه الحادثة أو السؤال، ودخلت على كلمة نزلت، فنزلت، فلفظ صريح. مثاله ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث الرسول إلى نسائه، هذا الرجل يطلب مساعدة، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، فقلنا جميع هؤلاء النسوة ما معنا إلا الماء، ما معنا إلا الماء. أول بيت يجب أن يكون متضامنا مع الناس هو بيت القيادة، والرسول هنا يقود الناس، ففي بيته ليس هناك شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ قال لأصحابه من يضيف هذا الرجل ويكرمه؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته. انطلق الرجل من الأنصار بالضيف إلى بيته، فقال الرسول، فقال الرجل أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني أوقديه، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأوقدت سراجها، يعني أصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. لماذا فعلت ذلك؟ جعل يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، فباتا طاويين، باتا جائعين، حتى لا يحرج هذا الضيف ويأكل في راحته. فلما أصبح الرجل الأنصاري غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب الله من فعالكما، يعني هذا فعل عظيم قمتما به من الإيثار، فأنزل. لاحظ هنا كلمة حرف الفاء، فأنزل، فأنزل الله تعالى، فأنزل. إذن فاء جاءت مقرونة بكلمة النزول تدل على التصريح بالسبب، فنزل، فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن صيغ أسباب النزول إما أن تكون صريحة أو تكون محتملة تحتمل السبب وغيره،
كما إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا في كذا، فهذا اللفظ هذه العبارة قد يراد بها سبب النزول، وقد يراد بها أن ذلك من معاني الآية. مثلا لما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، فإنه إذا قيل هذه الآية نزلت في رجل قال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك فلان. إذا قيل نزلت في هذا في رجل كان هذا ذلك بيانا لسبب نزولها، وإذا قيل هذه الآية نزلت في النهي عن كثرة مساءلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك تفسيرا لها، نزلت في النهي عن كثرة المساءلة، هذه الصيغة تدل على التفسير وأن الآية بيان لما تشتمل عليه. وكذلك إذا قال الراوي صحابي أحسب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحسب هذه الآية إلا في كذا، فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب، فهي صيغة محتملة. مثلا قال عبد الله بن الزبير إن أبا الزبير خاصم رجلا وقعت خصومة بينه وبين أحد الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شراج، شراج هو مسيل الماء من المطر، المكان الذي يسيل منه المطر من الحرة، والحرة ذات أرض ذات حجارة سود، إذن تخاصم في هذا المسيل وكان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي يا زبير وبعد أن تسقي يا زبير أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول اقترح على زبير أن يكتفي بأن يسقي ببعض الماء ويتطوع فيرسل إلى جاره دون أن يستوفي حقه، لكن الرجل الآخر غضب ونطق بتلك الكلمة العظيمة، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدر، الجدر هو أصل الجدار، يعني استوفي حقك كاملا، استوفي حقك كاملا وبعد ذلك أرسل الماء إلى جارك. في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تنقص من دفع الآخر إلى الإحسان لأن الطرف الآخر لم يحسن الفهم فيحتاج إلى العدل فقط. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قد تتعدد الروايات في سبب النزول، يعني سبب نزول واحد ولكن الروايات التي نقلته متعددة، فماذا يفعل المفسر في هذا المجال؟ هناك احتمالات، إذا لم تكن الصيغ الواردة صريحة مثلا نزلت في كذا أو احسبها في كذا فلا منافة بينها، إذ المراد التفسير وليس المراد ذكر سبب النزول، إلا إن قامت قرينة وعلى واحدة بأن المراد بها السببية. تعدد الروايات وكلها غير صريحة تعد من قبيل التفسير. إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة والأخرى صريحة، رواية تقول نزلت في كذا والأخرى تستعمل رواية محتملة، فإن الذي صرح بالنزول هو المقدم على غيره ويعد عد الرواية الأخرى من قبيل التفسير. إذا تعددت الروايات وكانت جميعها نصا في السببية، كلها متعددة وكلها صريحة في السببية، وكان إسناد إحداها صحيحا دون غيرها، هنا نستعمل منهج المحدثين
في الترجيح بين الروايات حسب القوة والضعف. فإذا كانت إحدى الروايتين سندها صحيحا فالمعتمد هو الرواية الصحيحة دون غيرها. مثال ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن جندب البجلي قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرض فلم يقم ليلة أو ثلاثا، فأتته امرأة يعني من الكفار فقالت يا محمد تستهزئ به، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، يعني تعتبر الوحي شيطانا، لم يقربك ليلتين أو ثلاثا أو ثلاثة، يعني هذا من القول الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر عليه. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه رواية في سبب نزول سورة الضحى. وهناك رواية أخرى رواها الطبراني وفيها أن الرواية تقول أن جروا كلبا صغيرا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، الخادمة يعني التي تقول هذا الكلام، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجروة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فقال يا خولة دثريني. فأنزل الله تعالى والضحى. هذه الرواية لا ترقى إلى مستوى ما يرويه البخاري ومسلم من ناحية، بل في إسنادها من لا يعرف، في إسناد هذه الرواية من هو مجهول، والمجهول عند المحدثين معروف موقعه، ولذلك لا يلتفت إلى قصة الجروي هذا وموته، فوق أن فيها نقاش، يعني كيف يدخل كلب ويموت ولا تنبعث منه رائحة كريهة وقد بقي هناك مدة، هذه كلها تضعف هذه الرواية ولا تعتمد في سبب نزول والضحى. إذا تساوت الرواية في الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا أو كون إحداها أصح، قدمت الرواية الراجحة. مثلا روى البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، يعني أحرجوه واسألوه وجعلوه يعجز عن الجواب، فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قل الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والترمذي أخرج رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. كان هناك تحالف استراتيجي بين الطائفتين، والهدف هو مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته. قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فأنت الآن أمام روايتين كلتاهما صحيحتان، لكن الرواية التي أخرجها البخاري أصح، فهذه الرواية الثانية تقتضي أنها نزلت في مكة، يعني رواية ابن عباس، بينما تقتضي الرواية الأولى أنها نزلت بالمدينة، وترجح الرواية الأولى التي ذكرها ابن مسعود لحضور ابن مسعود القصة. ابن مسعود كان حاضرا، قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الرواية الثانية فيها قال ابن عباس
قالت قريش اليهود. ثم صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول، وأن ما بين ضفتيه من المسند الصحيح يرجح على غيره. فإذا إذا تساوت الروايات في الصحة يقدم الأصح وترجح الرواية كذلك بحضور القصة. إذا تساوت الرواية في الترجيح، إذا تساوت الرواية في الترجيح يعني كلها صحيحة وكلها في مستوى واحد، فتكون الآية قد نزلت بعد سببين أو أكثر لتقارب الزمان بين هذه الأسباب كلها. فآية اللعان مثلا والذي يرمون أزواجهم من سورة النور، روي أنها نزلت في هلال بن أمية، وروي أنها نزلت في عويمر لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع، فنزلت الآية الكريمة. إذن فجمع بينهما بين السببين بوقوع حادثة هلال أولا، وصادف مجيء عويمر كذلك، فنزلت في شأنهما معا بعد حادثتيهما. إذن القاعدة إذا تساوت الروايات في الترجيح وجمع بينها إن أمكن فتكون الآية قد نزلت بعد سببين أكثر لتقارب الزمن بينها، وإن لم يكن الجمع يمكن الجمع بتباعد الزمن فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره، كأن الآية نزلت مرتين. مثلا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة في معركة أحد حين استشهد وقد مثل بحمزة، فقال غاضبا لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، نزل جبريل بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. طبعا صبر الرسول ولم يفعل ذلك، فهذا يدل على نزولها يوم أحد. وفي رواية أخرى أنها أي أن هذه أواخر سورة النحل نزلت يوم فتح مكة والصورة مكية، فجمع بين ذلك بأنها أي الآيات من سورة النحل نزلت في مكة قبل الهجرة مع السورة ثم بأحد ثم يوم الفتح، ولا مانع من ذلك لما فيه من التذكير بنعمة الله على عباده واستحضار شريعته، وهناك من يمنع تكرر النزول. بقي أمر آخر في هذا اللقاء، وهو أن النازل قد يتعدد ويكون السبب واحدا. فمثلا روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعنها قالت يا رسول الله إن الله يذكر الرجال في كل شيء ولا يذكرنا، فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات، الآية من سورة الأحزاب. وقالت أيضا تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما نصف الميراث، فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الآية الكريمة. فهذه الآيات الثلاث نزلت في على سبب واحد. قد يتعدد ما ينزل من القرآن في شخص واحد، مثال ذلك ما نزل في شأن سعد، وهو يقول يحكي لنا عن هذا الذي وقع، قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله. الأولى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والثانية يقول سعد أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا السيف، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة إني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعد جائزا، يعني يجوز لإنسان أن يوصي في حدود الثلث
من تركته لغير ورثته. والرابعة يقول سعد: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، لم يكن محرما يومئذ، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، بعظم جمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، الآية التي حرمت الخمر نهائيا. ومن هذا القبيل يعني ما ينزل في شخص واحد كذلك موافقات عمر رضي الله عنه، فقد نزل الوحي موافقا لرأيه في عدة آيات، وليس هنا مجال الحديث عنها. إلى هنا ينتهي هذا القدر مما يتعلق بأسباب النزول بأجزائه الثلاثة السابقة. هذه الحلقة الثالثة متعلقة بأسباب النزول، وهو كلام عبارة عن مدخل فقط إلى أسباب النزول، وإلا فإن الذي يود أن يلم بالموضوع إلماما كاملا فما عليه إلا أن يلجأ إلى كتب علوم القرآن القديمة والحديثة التي وسعت في هذا الموضوع. أرجو أن أكون بذلك قد أثرت بعض القضايا التي تتعلق بهذا الموضوع، على أمل أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى في مائدة أخرى من موائد علوم القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.